مشاهدينا البي سي الفضائي اللبناني، رجعنا معكم مباشرة مع ميشيل حايك. وصلنا للوقت اللي ناطرينه كلنا، سمع أنا وياكم لميشيل حايك لتوقعات عام 2010. ناطرين شو ممكن يتوقع ميشيل حايك. كلنا سمع ميشيل الأخبار، بتصور أول شيء رح تبلش بالجو العام. نعم، سميت بداية جولة أفق شاملة لبنانيا، وبتمتد مثل ما تعودنا أنه حوالي السنة ونص من اليوم. تسهيلات مالية غير عادية بتمكن كل راغب لبناني من امتلاك شقة سكنية رغم ارتفاع أسعار العقارات. مشروع بيهدف لاستبدال السيارات القديمة لمن يرغب بسيارات جديدة، كمان بتسهيلات فريدة من نوعها لأول مرة بلبنان. المرأة اللبنانية إلى تألق أكبر من خلال بروزها بمناصب عالية ومن خلال قيادتها لحركات وأحزاب. تعزيز السياحة الدينية في لبنان. لبنان مسرح لأهم دور الأزياء العالمية. بداية توسيعية بحرية بتمتد من لبنان الأخضر إلى لبنان الأزرق، ونهضة عمرانية فوق الماء. إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات بين لبنان وسوريا. المصالحات رح بتتم وبعدة اتجاهات، وبتكبر تنشوف جسر وطيد عم ببلش يمتد ولو ببطء بين الضاحية ومعراب. نقرأ اسم الرئيس ميشيل سليمان في سجل الجوائز والتقديرات حتى العالمية. الانتخابات البلدية القائمة بيتخللها مد وجزر وخلافات كبيرة. خارج إطار المحكمة الدولية بيتابع اللبنانيين وقائع محاكمة ملفتة بمضمونة. موارنة لبنان على موعد مع استحقاقات مسارية ومصيرية. بيتم الكشف عن مصائر كانت مجهولة من زمان. هو جولة أفق هلأ بقلب التوقعات. بداية تحول جديد بمصير الجبهة الشعبية الفلسطينية وأحمد جبريل. اهتزاز كيان شخصية عسكرية ذات رتبة. استعداد لبناني واستعداد سوري لزيارة الزعيم وليد جنبلاط، ولكن لن يطول نوم ما يعرف بالخلايا النايمة اللي شايفها عم توعى، مرة لمحاولة القيام بعمليات أمنية ومرة تينقبض على بعض عناصرها. الغليان ما رح يبقى داخل التيار الوطني الحر، إنما بيمتد لمساحة واسعة من حوله. جهة مخابراتية غير لبنانية تتصل بالسلطات الأمنية المحلية لتعلمها بوجود مخطط لعملية كبيرة على الأراضي اللبنانية. تستعد الطائفة الأرمنية الكريمة لإجراء تغييرات دقيقة وحساسة ببعض المواقع. وجه مشهور بيرتبط اسمه بطائرة بلف الغموض، ووجه آخر معروف يلقى القبض عليه على أرض أحد المطارات. وإثارة ضجة حول طائرة منشوف على متنا وفي محيطها مشهد مسلح. تسارع أحداث وأسماء على خط بكفية تغرين. إقالي تاخد شكل استقالي منا واضحة عندي من منصب عالي بضغوط ذات خلفيات مثيرة للجدل. ولادة حركة أصولية بقلب الجبل الدرزي. بلبلة واسعة تسار حول مجيء شخصية معروفة على لبنان، توصل لحد الضغط على السلطات لعدم استقباله. اعتداء على أولاد عائلة لبنانية من الوسط المعروف. قلق شعبي جماهيري على شخصية بتحمل لقب رئيس. ضجة واسعة على الخط السري بين لبنان وإسرائيل. إسر انكشاف الهوية الحقيقية لوجه يتنقل بين البلدين بمهمات خاصة. معراب وبعض الرموز المرتبطة فيها برسم المراقبة العدائية الشديدة. بصورة مفاجئة وبالقوة بيتم إغلاق مركز تعليمي.
حركة بالقشرة الأرضية بتهدد مجموعة من البيوت وبتخرب بعض المعالم الأثرية. محاولة إسرائيلية بحرية انتقامية. بانتظار الوزير زياد بارود شريط من المواجهات الصعبة تصال إلى حد التصلب تنذر بالسوق. بيواجه المفتيان أباني وجوزه موجة سلبية. عملية خطف جريئة وهاتفة وغير محدودة. موجات من التأس الغريب تجتاح لبنان، بتشل الحياة على مساحة صغيرة لفترة محدودة، والبعض منا بيأثر على صحة العديد من الناس. حلقات جديدة من مسلسل المظاهرات في بعض المواقع اللبنانية. المردة إلى توسع بذكاء ومن دون تمرد، ومواقف النائب سليمان فرنجية بتشكل حل عقدتين كبار، بينما بتساهم بتأزيم العقدة الثالثة، وهاللوحة ما بتخلى من بعض الخطر. فضيحة في كيان ديني بتهز شريحة من المجتمع. بينشغل التيار الوطني الحر بمتابعة قصة ذات ارتباط بالنائب إبراهيم كنعان وبأحد الوجوه المعروفة. بيتصدر الانتربول واجهة الاهتمام اسر ملاحقته مجموعة من المتورطين. قضائية عدلية لا تخلو من مشاهد عنفية. رصد عملية البعض بيسميها عملية تهريب والبعض الآخر عملية مشبوهة. تلعب القوات اللبنانية دور بارز على ساحة العلاقات الدولية. أرى الأستاذ نادر الحريري في صورة ذات إطار استفزازي. موكب محاط بحالة من الذعر الشديد. الوزير جبران باسيل تحت أقصى درجات الضغط السياسي والكهربائي، لكن نسبة النور بترتفع بلبنان بعد موجة مشاكل وفترة من العتم. وبيتخذ الوزير باسيل قرارات جريئة وغير مسبوقة تصال إلى حد وضعه بمواجهة الخطر. علامات استفهام حول بيت الوسط وبعض الغيوم الرمادية بالسماء الزرقاء. بيتعرض العديد من أهل السياسة والفن ومن بين وجوه جديدة لمشاكل صحية ملفتة. بشكل اسم مدينة زحلة واسم النائب نولة فتوش عنوانين لمرحلة جديدة من المواجهة الدقيقة. زيارتين مهمين لهم علاقة بحزب الله، واحدة منه وواحدة لعنده، واثنينهم بيصيروا تساؤلات المجتمع المحلي والدولي. أصداء جديدة بترافق اسم الشيخ نعيم قاسم. محاولات غادرة كبيرة لطعن علم حزب الله، لكنه رح يبقى ظاهر رغم خطورة الحدث. عمليات نوعية ودقيقة محورة دم عماد مغنية. الحدود الإسرائيلية اللبنانية على موعد مع الدم والشهادة. رغم وجود اليونيفيل والخط الأزرق والقرارات الدولية، بيبقى المجال مفتوح أمام كمائن وعمليات من الطرفين اللبناني والإسرائيلي. لبنان ملتقى رؤساء العالم والعرب، من بينهم الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد. بيروت بتبقى الشغل الشاغل للعالم رغم كتل الحديد والنار. هو بالنسبة للبنان، لكن نحن ننطر بعد في توقعات كتير لميشيل حايك اللي رح يقولون، ما رح نتوقف عند العناوين. مشاهدين انتو قدرتوا كنتوا عم تسمعوا مني عن كل هالنقاط يلي قالوا ميشيل حايك. على كل حال رح نكمل توقعات لعام 2010 مع ميشيل حايك، بس بهالوقت نتوقف مع بريك اعلاني ونرجع منتابعها.